أرسله الرسول. تجلس يا ابن جبير وتريح نفسك من مشقة سفرك. ما كان سفرا، فقد جئت مسوقا مكبلا بالقيود، وما هذا موقف ترتاح فيه النفس. فما يثقل على نفسك؟ بل يثقلها ذنبك وطمعك. ما كنت طامعا بالدنيا يا حجاج، وإنك لتعرف هذا. أما كان ابن الأشعث طامعا بالملك؟ بلى. وكنت معه؟ لم تكن غايتي غايته. فلما فعلت إذن؟ إنني بشر يصيب ويخطئ. أحسنت القول وأرحتني بقولك هذا، ولعل يكون فيه لك منجاة. ليست النجاة غايتي. أتستكبر علي الاعتذار يا ابن جبير؟ إن كان من ذنب فإني أستغفر الله وأتوب إليه. ضيعك. أما كان سيرك مع الأشعث ذنبا؟ قد قلت أيها الأمير. أجل لقد قلت قولا أرحتني به، وأقوالا لا بأس. قل لي الآن أيها الأمير، إن كان لكل هذا غاية فلما تؤجلها وتطيلها؟ وما لدي إلا قولة الحق أمام سيف سيافك. لست أمام السيف بعد يا ابن جبير، فأنت أمامي، فأجبني. أما بايعت أمير المؤمنين عبد الملك؟ بلى. وجددت له البيعة ثانية أمامي في البصرة؟ بلى. فقد بايعت عبد الرحمن بن الأشعث على خلعي؟ قد فعلت. فلما سرت مع عبد الرحمن بن الأشعث على خلع عبد الملك وخلعي؟ أيها الأمير، قد مات ابن الأشعث ومات عبد الملك بن مروان. وإني حي يا ابن جبير، فلما سرت مع ابن الأشعث؟ قد كانت له بيعة في عنقي. ويلك، تنكث ببيعتين وترتد عنهما وتفي بواحدة لابن الأشعث. اضربوا عنقه. قد ضاقت نفسي بوقوفي بين يديك، وإنني متشوق للوقوف بين يدي الله.